وعدنا مشاهدينا نتابع آخر فقرات برنامج سيدتي لليوم، واسمحوا لي في البداية أرحب بضيفتي في الاستديو مصممة الأزياء مشاعل الياقوت. كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير حبيبتي، حياك الله. بس تقولي لنا طبعا في البداية عن تحكي لنا عن قصة نجاحك في هذا المجال تصميم الأزياء. بدايتي أنا بدأت من 2007 ككاجوال ستايل، أشياء بسيطة وعملية، يعني شيرت، بلايز، جاكيتات، فيما سبور بعد أكثر يعني. بالضبط. فيما بعد يعني توجهت إلى مجالات ثانية. طب ليش انتقلتي من العبايات إلى الأزياء؟ حسيت أن أكثر شيء يعني اللي يطلبوني من الزباين في مجال الأزياء، يعني كبلطوات سفر. أحيانا تجيني زبونة تقول أنا أبي بالطو، حسيت أني أنا أبدع بعد أكثر في هذا الشيء. يعني العبايات هي اللي فتحت المجال قدامك، أو حسيت أنك أنت ممكن تبدعي مثلا تبدأي بالطوهات طويلة للمحجبات، يعني بتساعد المحجبات. بالضبط، ولله الحمد والمنة. يعني أنت يا مشاعل بدأتي أزياء وعبي ورجعتي الآن برضو للأزياء مرة ثانية، وبرضو العبي بتسوي عبي ثاني صح؟ ولله الحمد. طيب إيش هي المعايير الأساسية عشان تكون المصممة ناجحة؟ أهم شيء يكون أنها تلتزم بالوقت، ويكون عندها حب اطلاع. حلو. يعني في التجدد، يعني حاليا الأزياء كل ما بين فترة وفترة يصير في جديد، فهذه الأشياء يصير عندها اطلاع دائم. وفي نفس الوقت الوقت. حلو. الوقت لازم تحرص عليه. ويكون والخامات صراحة كمان مشاعل. الخامات لها دور، يعني فعلا أحيانا يكون في مصممات تصاميمهم حلوة صحيح، بس تلاقي الكواليتي والخامات. أيوة. والفينشنج حقها جدا سيء. صحيح كلامكم، والله الحمد. يعني أنا أختار أقمشتي بعناية، يعني قبل لازم أني أنا أستخدمها لنفسي فيما بعد أطرحها للسوق. طيب مشاعل، إحنا بنشوف معك العارضة وبتعرض هذه عباية من تصميمك. طبعا أنا مرة عجبني موديل العباية دي، لأنه من فوق يتجي زي الكوت، زي يعني أنا أحب كذا الجاكيتات يعني. صحيح. فهذا الموديل مرة حلو. من فين تستوحي تصاميمك؟ هذه تصميم أخذتها يعني كجاكيت من فوق. أيوة. ويكون القصة كلها ستريت. أضفت بعد إضافات من الشيك والتطريز هاند ميد. نوعية القماش بعد قطني. حاليا اتجهت اني استخدم قمشة قطنية اكثر، لانه عملية حيل وباردة. حلو. طيب الحين انت بتصممي بتصممي ولا عندك لاين بتعرضيه؟ لا، انا عندي لاين في العبايات ونفس الوقت اصمم يعني. وبالنسبة للازياء يعني كيف بتلبي احتياجات المرأة الخليجية في الأزياء؟ أوكي، أنا ألبي احتياجاتهم إذا جاني طلب، أوكي، وفي نفس الوقت أنا بعد عندي لاين محدد، كل شهر أطلع مجموعة من القطع وأتميز فيهم. حلو، يعني أنت كمان ممكن لو جاتك واحدة عندها موديل معين أنت تسوي لها هو يعني في راسها في فكرة، ولا أنت تقنعيها بفكرتك؟ أقنعها. لازم هالإقناع. طيب حلو، حنشوفك ان شاء الله مستقبلا متطوره في مجال الازياء، ممكن مثلا تصممي فساتين زواجات باذن الكريم باذن الرحمن. طيب لو تقولي لنا مشاعل، ايش هي خطوط الموضه لسنه 2018 بعد بحكم مواكبتك المستمره؟ حاليا انا اعتمد على القصات النقوشات. حاليا اكثر شيء الهاند ميد التطريز، ونفس الشيء الشك. طيب بالنسبه للالوان؟ ما اعتمد على نفسي، ما اعتمد على لون محدد نهائيا. لا، ما في لون محدد يعني بتقولي؟ يعني لون محدد لا. بس تستخدمي الالوان في العبي؟ استخدمهم في القصات. بس ما تسوي عبايه كلها ملونه؟ لا، ما يصير. الحين خلاص العبايات ملونه، فلازم فينا بعبايات ملونه. صحيح. ابغى عبايات ملونه. إيه؟ يعني لسه انا كنت حاسالي، اوكي عبايتك سوداء بس مثلا فيها الوان تطريز ملون. صار توجه اغلب السيدات السعوديات انه ما صار في عبايات سوداء. طبعا هذا كل مين وذوقه. صحيح. بس حتى العبايه السوداء بيكون داخلها الوان. هذه انا عرفت انت من وين مستوحيتها. حتى انا نابليون. لا، مايكل جاكسون. فارس يعني. هذا الجاكيت سنه يمكن لي سنتين طالع مره موضه في السوق. صحيح. من سنتين والى الان الترند هذا حق الجاكيت الموديل ده بالذات موجود. صحيح. اهنيك انك ركبتيه على العبايه السعوديات. بالمان بال على العبايات الملونه.
ولا ما زالوا الى الان في بعض منهم يبغوا عبايات سوداء؟ في فئه متحفظه وفي فئه لا والله ملونه، فانا اكسب الاثنين. ايه يعني حتى المتحفظه احيانا اقول لها لا في اضافات لازم اضيفها لك شويه يعني. طب مشاعر، يعني احنا نعرف انه هذا المجال كبير صحيح وفي منافسين كثير، انت كيف دائما تحاولي تثبتي نفسك فيها او تكون لك بصمه مختلفه؟ انا ولله الحمد والمنه يعني تميزت في اشياء كثيره، اللي ميزني اني انا ملتزمه في الوقت ولله الحمد. ايه اتكلمنا عن الوقت والجوده وما الى ذلك، الجوده عن التصميم نفسه، يعني كيف انا ممكن اطالع في هذه القطعه اقول انه هذه قطعه المصممه مشاعر فيها لمسه لي؟ اكيد فيها بصمه لي. هو بصراحه زي انت بتدخلي الالوان بالطريقه دي، يعني ما شاء الله العبايه اللي هي لبستها الوانها جميله، العبايه اللي فيها مثلا اخضر مع تطريز بالشيك وكذا برضو يعني كلاسي. ثانك يو والله. انا بالنسبه لي اشوف ان العبايات الكلاس اللي نادر الان ما صرت تشوفي مثلا احد بيصمم عبايه او بيفصل عبايه بالخامات دي. صحيح. يعني الكل فعليا صار في الفتره الاخيره بيسترخص. لا الخامه مره مهمه. أي. طبعا صحيح صحيح. ايش المعايير اللي تستند عليها لما تختاري خامه العبايه بالذات؟ اول شيء جوده القماش، لازم تكون جودتها عاليه، هذا اولا. يمد، لان في اشياء ما تمد، يعني في اقمشه ما تمد نهائيا. أيوة. يعني انا اجربها فيما بعد لا ما اطرحها للسوق. الله هذه مره حلوه. مره حلوه. بس مشاعر برضو ترى في انواع اقمشه هذه لنن صح؟ أيوة. صحيح. بس تعرف ايش المشكله؟ انا خاف، انا مثلا من النوع اخاف اشتري لنن لانه يعني لو تغسل حيكش. صح. هذا يكش ولا ما يكش؟ واللي يبغى له عنايه خاصه. بخار. يعني مثلا عبايه زي كذا لينن احس انه حرام مثلا تشتريها وتخليها للاستعمال اليومي، لانه اكيد كل يومين ثلاثه انت حتغسل العبايه دي فحتخرب. راح ازودك معلومه، اللينن ترى يومي. والله؟ والله. يومي. هو نوع صح انه يتكسر بس هو كذا جوده القماش كذا وعملي ويمد. طب هذا النوع من الأقمشة هل مثلا تعملي لها معالجة قبل ما تبدأ بتصميمها، مثلا غسيل وما أعرف إيش في شغلات ممكن؟ طبيعي طبيعي، أنا قبل لا أستخدم أي نوع من القماش لازم أنا أجرب على نفسي أسبوع فيما بعد أطرحه للسوق. أي. حلو. لا يا ما شاء الله ما شاء الله، من جد ستايلاتك مرة عجبتني. انك انت دمجت بين العصري والتقليدي. أيوة. كيف بتقدري يعني توازني كذا بين العصري والأناقة؟ الشيء أي حاجة عصرية أحيانا أحب أسوي مزج، يعني لازم أضيف سم إكسسواريز، لازم أضيف حاجة تبين شوية مبهرة يعني كجولتي العباية. أنا اللي حبيته أنا بصراحة من عشاق اللون الأسود دائما، فأنا حبيت أنه دائما العباية سوداء ومدخل عليها لون. صحيح. يعني فأنا حسيت هذا اللي كان يشبه كل العب يعني الموديلات اللي عرضتيها حاليا على الموديل، إنها كانت كلها أسود مع لون. صحيح صحيح. طيب لله الحمد. مثلا ما حقول لك مثلا ملون دخلي زهر ولا لا ليش الحين انا انا واحده ممكن اطلب هذه الزهري ولا انا بريست كانسر سرفايفر الزهري نص ابغاها كلها زهري. صح. ممكن مو بروح بسوي لقاءات ومحتاجه اشياء زهري. صحيح 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 جدا صحيح. طيب مشاعر خليني اسالك، انت قلتي انه الشك والتطريز اللي بتسووه هذا كله هاند ميد؟ البعض البعض يعني إيه؟ مثلا الكحلي اللي شفناها قبل شويه هذه هاند ميد. هاند ميد يعني إيه؟ انت ما شاء الله متعلمه التطريز كمان؟ لا والله انا عندي ستاف كامل. أوكي. وانا اشتغل يعني انا يعني اوجههم ولله الحمد. طيب عندنا كمان هذه العبايه هذه الاخيره ولا لا؟ خلينا نشوفها. ايوه هذه كمان مطرزه. هذه رؤى لانه اسود في اسود. هذه روعة طبعا، هذه تجنن مرة فخمة. هذه فعلا ختامها مسك. أيوة. إذن يعني من جد ريحتينا، قديش احنا قاعدين نتكلم انه ما نلاقين محل عبايات شيك زي كذا. حبايبي يعني شكلنا احنا كلنا حنلبس خدمتكم جميعا. أنا أول واحدة. يعني طب كلمينا عن اسعارك يا مشاعل، انت كيف بتعلن نفسك؟ انت ما عندك بوتيك بس انت عندك اونلاين صح؟ اونلاين انستغرام. انستغرام. طيب كيف اسعارك؟ يعني زي اسعار السوق غالية مثلا ولا؟ انا احب اني انوع عشان نفس الوقت اكسب الزبون. صحيح. يعني في اشياء عندي تبدا من 500 ريال لحدود 2000 ونص. ال 2000 ونص يعني 2000 ونص هذه التوب. هذه مره تكون غاليه يعني. طيب حلو يعني بتناسبي جميع الميزانيات. مشكلة انت ممكن تدفع يعني احيانا مثلا من جد لما تروحي تشوفي ممكن ادفع. صحيح. اذا كانت الخامه وال
والماتيريال اللي المصممه بتستخدمها حلوه فعلا تحس انك انت تشتريها العبايه بتقتنيها. صح لا صادق ما عندي مشكله ادفع السعر ده بس يكون الخامات كويسه والخياطه طيب نظيفه. مشاعل كنت بسالك كان زي ما فهمت انه انت عندك اكاونت خاص على الانستغرام بتبيعي فيه او بتعرضي فيه موديلاتك. طيب بالنسبه الشراء يعني في ناس كثير ما بيفتحوا محلات لكن بيكون عندهم مواقع إلكترونية صحيح لأنها أسهل وأوفر أفضل منها. إيه؟ فهل تفكري مستقبلا أنك تعملي موقع إلكتروني تجاري؟ بإذن الكريم بإذن الكريم دعواتكم لي إن شاء الله بإذن الرحمن مستقبلا. طيب شكرا لتواجدك معنا اليوم. حبيبتي حبيبتي مشاهدينا مشاهدينا بكذا انتهت فقرتها لليوم. نشوفكم غدا في حلقة جديدة في أمان الله. Thank you.